في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، ومبادرة من مربي وملاك الحلال، تم تنظيم مهرجان القمة للثروة الحيوانية، والذي يعنى بجمع المهتمين بتربية الحلال وتنظيم المزادات وتبادل الخبرات بينهم لتعزيز استدامة الإنتاج المحلي. مراسلنا هناك حامد محمدي والتفاصيل. مربو الحلال والمهتمون بالثروة الحيوانية كانوا على موعد مع مهرجان جمع المربين من داخل الدولة وخارجها، ليأتي مهرجان القمة كملتقى يتبادلون فيه الخبرات والتجارب، وذلك بمجهود فردي من صاحب الفكرة ومنظم المهرجان. هذا المهرجان احنا نقيبه للسنة الثانية للتوالي، اللي هو مهرجان القمة للثروة الحيوانية. طبعا القصد من المهرجان والاهتمام في الثروة الحيوانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع الشباب مربين الحلال لتطوير الحلال. الحمد لله مثل ما تلاحظون اليوم عندنا ضيوف من جميع دول الخليج للسنة الثانية، بعد ما شاء الله حضروا السنة الأولى والسنة الثانية. طبعا عندنا أكثر عن فعالية السنة هذه، زدنا الفعاليات. المهرجان ضم العديد من الفعاليات المصاحبة والجهات المشاركة، ولم يخلو كذلك من حضور الجهات الرسمية التي أشادت بهذه المبادرة. الوزارة تدعم مثل هذه المبادرات وتشجعها، وتشجع مربي الثروة الحيوانية بتطوير حلالهم الموجود يعني عندهم، وفعالية طبعا تدعم الإنتاج المحلي، وتخلي إن شاء الله في المستقبل يكون عندنا اكتفاء ذاتي من الثروة الحيوانية على مستوى الدولة. أكثر من 150 مالكا ومربيا للحلال شاركوا بنخبة ما يمتلكونه من مواش في المزادات التي يشهدها المهرجان، والذي استضافته منطقة البطائح التي استبشرت مؤخرا بالإعلان عن سوق للجمال والمواشي. نحن فرحانين يعني يوم نشوف طال عمرك أبناء المنطقة يعني مثلا يهتمون بمثل هذا التراث. يعني نبشر اهالي المنطقه، اهل منطقه اهل البطايح، بتوجيهات ومكرمه صاحب السمو حاكم الاماره الله يحفظه بانشاء سوق للجمال والمواشي لهم، وهذا ان شاء الله يعني السوق بيكون يعني داعم لهم وبيستفيدون ان شاء الله منه. اجواء ممتعه وحضور كثيف كانت علامه لنجاح المهرجان الذي يمتد 3 أيام، وكانت كذلك دليلا على اهتمام الكثيرين بهواية جمع وتربية الحلال. مهرجان القمة للثروة الحيوانية لسنته الثانية على التوالي، وبجهود شخصية ومشاركة فاعلة من مربي الحلال، يحقق أهدافه في دعم الثروة الحيوانية بالدولة. لأخبار الدار، حامد محمدي من البطايح، المنطقة الوسطى بالشارقة.